حبس عندي باب. أثار الفنان السوري وائل رمضان زوج الممثلة سلا فواخرجي قلق محبيه على حالته الصحية بعدما أصيب بجروح طفيفة نتيجة تعرضه لهجوم من قبل أشخاص مجهولين على طريق أوتوستراد دمشق بيروت. وقال الفنان السوري لموقع فوشيا إنه تعرض لهجوم من قبل 3 أشخاص قدموا ب3 سيارات على الطريق أثناء قيادته السيارة، وأضاف قائلا إنه تعرض لإصابات خفيفة ولا شيء يدعي للخطر والقلق، مشيرا إلى أن الأضرار المادية كبيرة جدا بسبب خسارته السيارة خلال هذا الحادث. وعن هوية الأشخاص الذين أقدموا على مثل هذا التصرف قال لا أعلم من يكونون، ليس لدي أعداء، وأنا بطبيعة حياتي لا أكره أحدا. واختتم حديثه بالقول لولا لطف الله ما كنت حاليا بين عائلتي وأحبتي. وكانت صفحة صوت العاصمة الموالية قد ذكرت يوم أمس الخميس أن وائل رمضان تعرض لحادث سير على أوتوستراد دمشق بيروت، غير أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط. ونشرت الصفحة صورة للسيارة وقد تعرضت مقدمتها لتشويه كبير جراء الحادث. تساوى علينا بلوك بمصر وبالخليج العربي من وراء مواقفنا. الحادث الذي تعرض له وائل رمضان زوج سلا فواخرجي أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي واساه البعض وهنأه البعض بالسلامة وجد كثيرون في الحادث فرصة ومناسبة للشماتة به وللتشهير بزوجته سلا فواخرجي. ومن أبرز التعليقات التي طالت زوجته سلا فواخرجي هاد انذار من رب العالمين، يا زلمي توب إلى الله وضب مرتك ولا بكرة بتروح فيها، بكرة سلاف بتشتري له غيرة، عم تقص ذهب هالأيام، أصلا هالسيارة راكبها بالحرام كلها من ورا تبويس مرته. سلاف واخرجي نجمة ناجحة جدا جدا، وسيدة ناجحة جدا جدا، وأم ناجحة جدا جدا. وبالنسبة للتعليقات التي كذبت وائل واتهمت تصرفه بالمفبرك، مين أنت ليدبرولك؟ العين تطرقك، مصدق حالك هاي هلأ لهيك بدك تترك البلد؟ صرت يا عيب الشوم، الشام شامنا كيف بدك تتركها؟ قول إنه الوضع ما مناسبك أنت ومدامتك لا تعملي فيها عمليات وقصص. ترى سوريا وشعبها زعلوا على هالخبر تافه مثلك، بعدين أصلا أنت كنت هربين على طريق بيروت لحادث، يعني لا تقول هلأ قررت تسافر، مقرر وكنت على الطريق. وكان وائل رمضان قد رد سابقا على الانتقادات التي يتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على طريقته الخاصة. ما كان عندي أي ردة فعل غير أقول له واسأله أنت حمار شي. في ناس مثلا فيهم أدب وأخلاق.